استشهد فتى فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الجلزون شمال رام الله، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ أسابيع من الشهر الجاري إلى 105 شهداء. نعم، كما أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. يأتي ذلك فيما شنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 99 فلسطينيا من محافظات الضفة، بينهم 7 سيدات. مدرجا بدمائه ارتقى الفتى أسيد حمدي حميدات 17 عاما جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال رام الله، حيث فتحت نيران أسلحتها وأطلقت الرصاص ووابلا من الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. ومنذ 7 من الشهر الجاري بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 105 شهداء، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 1400. كل هذا الشلال من الدماء يتحمل مسؤوليته هذا المحور، محور العدوان على شعبنا الفلسطيني، والرسالة هي أن الشعب الفلسطيني يخاطب العالم، يخاطب ضمائر العالم، يخاطب شعوب العالم والشعب الفرنسي على وجه التحديد، أن يقولوا كلمة إنسانية في وجه زعمائهم وأن يوقفوا هذه الانحدار وهذا الموقف العدواني بحق الشعب الفلسطيني. واليوم 20 على التوالي تتوالى التظاهرات والمسيرات التي تنطلق من مراكز مدن الضفة الغربية، هذه الجموع خرجت تنديدا بالعدوان على غزة ودعما وتأييدا للمقاومة الفلسطينية، حيث وصل المتظاهرون صوب نقاط التماس والحواجز العسكرية ليقمعهم جنود الاحتلال بوسائل التفريق، ما أسفر عن إصابة العشرات. غزة بيقصفوها، بيقصفوا الأطفال، بيقتلوا الأطفال، وكل العالم بتتفرج. مش عارفة أنا، يعني إحنا فلسطين مش هاي مفروض جزء من الأمة العربية؟ مش جزء من الوطن العربي؟ مش مفروض إنه إذا بتألم حدا يتألم الحد التاني؟ ليش ما بيشتغلوا زي ما لازم حتى يوقفوا الحرب على غزة؟ غزة صار بتوفي منها ناس كتير، وإحنا عنا وزهون الميزمية، وإحنا مش عاملين إشي على حجر من أجل حجر. وتحت حجج واهية يواصل الاحتلال حملات اعتقالاته بالضفة الغربية التي طالت أكثر من 90 شابا يضافون لأكثر من 1200 منذ عملية طوفان الأقصى، ليساقوا إلى المعتقلات والأقبية التي لا تصلح للعيش الآدمي. يغلل الاحتلال في دماء الفلسطينيين مثلما يمعن في عدوانه أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي رفع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان سرعان ما سقطت أمام صمته المطبق وانحيازه الأعمى إلى جانب الاحتلال في السر والعلن، مما يبقي سياسة الكيل بمكيالين هي السمة الغالبة على المشهد. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.